إخوتي وأخواتي زملائي في كلية الهندسة، إنني أهنئكم اليوم بافتتاح هذا المؤتمر العلمي المميز، المؤتمر الهندسي الخامس للهندسة والاستدامة، بالتعاون مع جامعة العلوم في ماليزيا. وإنني أشعر بسعادة بالغة تغمرني وأن أرى كلية الهندسة وقد وصلت إلى ما وصلت إليه من التقدم والرقي. إن هذا المؤتمر وهذا الحشد الرائع ومجموع البحوث المقدمة لهي خير دليل على التطور الكبير الذي شهدته كلية الهندسة، والتي كان لها دور رئيسي في تطور الجامعة ونهضتها. فتهانينا لكم إخوتي وأخواتي في كلية الهندسة على إنجاز هذا المؤتمر العلمي الكبير وإنجاحه. وختاماً، أتقدم بالشكر إلى لجنة التحضير والإعداد والإشراف العلمي والفني والتنظيمي على ما بذلوه من جهد كبير لإنجاح هذا المؤتمر. يسعدنا أن نلتقي بكم جميعاً في جامعتكم الجامعة الإسلامية بغزة في افتتاح فعاليات المؤتمر الدولي الهندسي الخامس في الهندسة والاستدامة، وكذلك اللقاء التكنولوجي الهندسي الثامن. هذا الحدث الذي يراكم مع غيره من الأحداث والأنشطة والفعاليات التي تقوم بها الجامعة، يراكم ليساهم في بناء النموذج الجامعة الإسلامية، والذي مثلته وتمثله الجامعة كمؤسسة تجتمع فيها الطاقات والقدرات والمواهب وتتفاعل ليكون نتاجها وثمرتها خدمة أكاديمية علمية تقدم للمجتمع. إن هذا المؤتمر فرصة لجميع المهندسين والمهندسات في الوطن وخاصة في غزة للالتقاء وعرض أبحاثهم ومناقشتها والاطلاع على الأبحاث الدولية المشاركة، وأن يعيشوا أجواء المؤتمرات العلمية التي حرموا منها نتيجة الحصار وعدم قدرتهم على السفر. إن هذا المؤتمر يحتوي على 74 بحثاً، منها 26 بحثاً دولياً من 8 دول أجنبية كما ذكرها رئيس اللجنة التحضيرية. ولقد جاءت هذه الأبحاث ثرية بمحتواها العلمي التطبيقي في كافة مجالات الهندسة، ابتداء من هندسة الإنشاءات والعمارة، ومروراً بالبيئة والمياه والإدارة الهندسية وأبحاث الكهرباء والطاقة المتجددة وتطبيقات الحاسوب وأبحاث في مجال الهندسة الصناعية والميكانيكية. وقد ركزت الأبحاث في مجموعها على مفهوم الاستدامة، وهو الإطار الجامع وشعار مؤتمرنا لهذا العام. الهندسة واقع ملموس، شعارنا في هذا اللقاء التكنولوجي الهندسي الثامن، رفعناه آملين أن نرى الهندسة واقعاً ملموساً في حياتنا، ومتفائلين أن يساهم هذا اللقاء بإذن الله تعالى في أن نرى ثمرة العلوم الهندسية والأبحاث العلمية واقعاً ملموساً نعيشه، ويؤثر في ثقافتنا وسلوكنا، ويساهم في تطور المجتمع الفلسطيني ورقيه.